ناس كتير مننا بتروح جايه في رمضان بدأ جامد قوي قوي قوي، وصلاه تراويح بقى وبقى جزئين في اليوم، اعمال كلها عظيمه جدا. بس في ناس بعد اول اسبوع، ناس بعد اول 10 ايام، بعد اول 15 يوم، ويبتدي الكيرف ده ينزل. يبتدي بدل ما كان بيصلي التراويح كلها الاخيره، لا بيصلي 4 ركعات بس، لا النهارده كسل وما صلاهاش. ده كان في حين ان المساجد مفتوحه واحنا متشجعين كلنا ببعض وبننزل نصلي وكده. فبالك دلوقتي ومفيش الكلام ده خالص. فكرة في رمضان بتبقى في حتة الكيرف دي، اللي هو فكرة البدايات، حماس البدايات، وبعد كده تنزل تاني عشان نفسك يجيب رمضان كله وتغطيه كله، بتجيب اخرك فيه ويبقى فعلا يحقق تغيير جذري في شخصيتك سنة عن سنة. لازم تتمرن قبل رمضان زي اي حاجة، اعتبره بطولة وبتتمرن عليها. لو انت دلوقتي مطلوب منك تجري 10 كيلو في 20 دقيقة، طب تتمرن كل يوم عشان توصل للتارجت ده. طب رمضان انت دلوقتي عايز تطلع منه باقصى استفاده، تعمل ايه؟ خلينا نناقش الموضوع ده في فلوج النهارده. المقطع اللي هو قبل ده كنت بقول ايه، ان احنا دلوقتي داخلين على رمضان يبقى مختلف عن اي رمضان تاني، لان مفيش بقى ايه صلاه تراويح ولا لا ان شاء الله هي صلاه. بس صلاه تراويح من السنه اللي يجوز ان الانسان يقيمها بمفرده، يعني مش شرط انها تكون في جماعه. الجماعه ديت سيدنا عمر بن الخطاب ولا تقريبا هو اللي جمع المسلمين على صلاته في جماعه في المسجد. ولكن هو انت بتسجل ولا ايه؟ مش تقول لي في نوعين من الناس اللي هو يستقبل رمضان او يستعد لرمضان. هو اولا في نوع مش هيستعد طبعا. النوع الاولاني هو بيستعد، بيهيئ نفسه ان لا انا رمضان ده ان شاء الله هيكون خطوه او انتقاله ثانيه هتحصل، لا لازم اطور من حاجات في شخصيتي، مش عشان مثلا اطلع مثالي، لا علشان هو ده الطبيعي. هو الطبيعي ان اكون كده، ان انا في حاجات لازم هغيرها، في مثلا الصلاه مش محافظ عليها، هبتدي على الاقل احافظ على الصلوات الخمس. ارتباطك بالصلاه ما يمنعهوش اي مانع، ارتباطك بالصلاه بصفه عامه لا يمنعه اي مانع. كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيصلوا ومعه المسلمين وهم في حرب، ايه اللي يمنعك ان تصلي كل صلواتك الفرض والسنن كامله كما كنت في المسجد؟ في الظروف اللي احنا فيها دي يزداد قربنا من الله سبحانه وتعالى بالصلوات اكثر، يعني ما نهملهاش، لان الصلاه دعاء، فالمفروض يزداد تقربنا الى الله بالصلاه اكثر من اي وقت ثاني. اذا كان الانسان في الايام العاديه لا يترك صلاه الفرض ولا صلاه السنه. الفكره في الكيرف ده بيبقى عامل ازاي؟ ان اعلى نقطه اللي بتوصل فيها انت بقى خلاص بعديها بيبتدي الانهيار، ان انت الحاجات اللي كنت بتحافظ عليها الصلاه وما الى ذلك تبتدي تقل. بتختلف من شخص للتاني، في شخص بعد اسبوع، في شخص بعد 10 ايام، في شخص لحد 20 يوم، في شخص بيهنج على اخر اللحظات في رمضان. ليه بقى؟ هو داخل رمضان زي ما قلت لك هي الطقوس، ابتدينا ايه نتحمس وبتاع وكده، خلاص نزل تاني. ليه نزل تاني؟ علشان هو ما نواش اللي هو خلاص انا عايز اعمل حاجه رمضان ده، انا عايز رمضان ده يكون عمل عليا بصمه، لا خلاص انا هاخد خطوه جديده، او ان انا هفتح مع نفسي صفحه جديده. انا بشبه الموضوع ده زي لاعب الكوره اللي بيبقى قاعد احتياطي، المدرب عشان ينزله يلعب بيقول له ايه؟ بيقول له مسخن. ليه؟ عشان يفك عضلاته، عشان يقدر يتحرك، عشان يبقى سهل يجي ويؤدي اداء طيب. كذلك الصيام وكذلك الطاعات كلها. الصيام بيجي الانسان قبل رمضان يؤدي بعض من السنن كصيام الاثنين والخميس او صيام الثلاث ايام من كل شهر، انه يهيئ نفسه للدخول على رمضان، لان رمضان ده شهر مستمر دايركت، مش يوم يوم يوم، ده شهر على طول. اقدر اواصل صيام شهر رمضان من غير ما اصوم يومين ثلاثه من قبله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم كثيرا من شهر شعبان، ويقول هذا يوم يغفل عنه كثير من الناس ما بين ايه رجب ورمضان. فعلى المسلم ان هو في خلال شهر رجب وشعبان ان هو يذكر نفسه بالصيام. اذا كان بيؤدي الفرض ده خير وبركه، هو حاسب على الفرض. طب انا عشان اواظب على الفرض او هي افكر في ان انا اضيف له السنن، طلع عملها لي عليه الصلاه والسلام. كان بيحب ربنا وبيحب ما افترضه الله عليه من صلاه، فعاوز يصلي اكثر منه. فهو لما هيصلي السنن يبقى بيجهز نفسه للفرض، عارف ان مثلا الفجر لازم يصلي ركعتين قبليه. طب انا اصحى بدري عشان اصلي ركعتين الفجر السنه قبليه. فبقيت مستعد ومهيئ نفسيا مهي. وبدنيا. شوف لما حبيت الفرض اكثر حبيت السنه وراه. حبك للسنه
يخليك تأدي الفرض. أنت بتعمل سياج أو حصن لصلاة الفرض نفسه. الشيطان ضرب يضرب في السنة. مثلا لو اتأخرت مرة، لو قاعد مثلا تتفرج على التلفزيون والظهر أذن، أنت عارف إن في سنة بتصلي قبل الظهر، فتقول طب أما أخلص شوية دول ضيع منك السنة. طب ماشي ضيع منك سنة بس تلحق الفرض. مش عشان مثلا أطلع مثالي، لا، علشان هو ده الطبيعي، هو الطبيعي إن أكون كده، إن أنا في حاجات لازم هغيرها، في مثلا الصلاة مش محافظ عليها، هبتدي على الأقل أحافظ على الصلوات الخمس، هبتدي يهيئ نفسه ويهيئ دماغه اللي هو خلاص أنا آخد رمضان ده بإذن الله هتغير حاجات، في حاجات مش كويسة كلنا فينا عيوب، فهبتدي أنا أغير من حاجات دي، فلا يبقى خطوة جديدة، صفحة جديدة زي ما بيقولوا، أو نقطة انطلاق. إما رمضان يعدي عليا زيه زي أي رمضان اللي هو مكمل، يعني بروح أصلي التراويح عشان صحابي من الآخر كده كلهم في المسجد، ما هقعد في البيت، ما هم كلهم في وقت التراويح الناس في المسجد، هعمل إيه؟ خلاص هروح معاهم. حتى كمان في الظروف ديت مفيش تشجيع أكثر، مثلا الناس تقول لك الناس بتصلي في البيت. شوف الصلاة دي ما قيل الصلاة عماد الدين، خدت بالك؟ من أقامها فأقامها الدين، ومن هدمها ومن تركها فقد هدم الدين. فيعني إيه اللي شجعك؟ حبك لله سبحانه وتعالى. نعم بالله. وحبك من الرسول صلى الله عليه وسلم، وحبك للقرآن، وقلبك، وتدعي الناس اللهم املأ قلبي بحبك وحب نبيك وحب كتابك. نعم. ده يعني التشجيع داخلي، ما تقولش فلان يشجعني، ما هو ده ممكن يتخلى عنك في أيوة. ممكن مش فاضي، ممكن ما تقابلهوش، عوامل كثيرة تمنعه من اللقاء بيه مثلا. برضو عندنا مشكلة مع القرآن، الموضوع بيقلب بمسابقة، أنا عايز أقرأ القرآن كله 5 مرات في الشهر و6 مرات، وأنا قريت 20 جزء النهاردة. الموضوع ما بيتقاسش كده، بيتقاس أنت فهمت قد إيه وعملت بقد إيه من القرآن اللي بتقرأه. أنت جبت نقطة مهمة. أولا القرآن رمضان شهر اختص بنزول القرآن فيه، يوميا لازم تبص في المصحف وتقرأ بعض الآيات، وبعدين الأهم من القراءة التدبر في الآيات. لانك انت ممكن لو تدبرت الايه ممكن تقف عند الايه دي يوم بتتدبر في معانيها، وكل ما تتدبر في القران يزيد ايمانك وخشوعك لله سبحانه وتعالى. لو تقرا كل يوم 5 آيات بس 5 وتتدبر معانيهم وتنتقل لغيرهم، يبقى هو دين. افلا تدبرون القران ام على قلوب اقفالهم. ونهيك بقى ان يعني اي حد عايز يعمل حاجه اللي هو مثلا عايز ياخد خطوه كويسه مع نفسه، الجو مهيئ. في حاجه بتحصل لاغلبنا بيعمل كذا ذنب ومش بيواظب على الصلاه و الى اخره، تلاقيه بقى اللي هو ايه، انا عايز اغير كل ده مره واحده. في حته العادات دي بالذات في مبدا مهم كنت سمعته في فيديو لاحمد الشقيري، كان بيقول مبدا فرق تسد. يعني بطبيعه البشر ده شيء مستحيل، من المستحيلات ان انت فيك كلنا فينا عيوب. تلاقي نفسك دخلت رمضان خلاص بقى الدنيا، لا يعني هو انت بتبتدي واحده واحده، فانت مش هتدخل بقى خلاص بقى اللي انت كده تمام لا، واحده واحده الموضوع بالنسبه لك، انت تاخد الموضوع خطوات خطوه بخطوه، ان انت بتحافظ على الصلاه كورد قران اذكار، الحاجات دي بتفرق ان هي تقلل غصب عنك على فكره، مش بارادتك، اللي هي تقلل من عندك حاجات. يعني ايه فرق تسد؟ انت بتبتدي تشوف العاده بتاعتك دي بتتكون من ايه. مثلا واحد عنده عاده العصبيه، فهو بيتعصب بيشتم وبيزعق وبيضرب، انت هتبتدي تفرق الثلاث حاجات دول، هتمسك مثلا الضرب، هتبتدي لما تيجي تتعصب هتسمح لنفسك ان انت تشتم وان انت تزعق، بس هتيجي عند الضرب وهتمسك نفسك، ان انت تفرق العاده لحد او الذنب او المعصيه دي، تفرقها العناصر، تبتدي تقضي على عنصر عنصر فيها. في نقطه مهمه، في ناس بتخاف تقرب مثلا انه يصلي او يعمل كذا، يقول لك شكلي وحش انا بعمل بلاوي زرقاء مع نفسي. لا 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 لا، لا يأس من رحمة الله، لا يأس أبدا من رحمة الله، لأن ربنا غني عن أن يعذب عباده، وخلقتموه لرحمتموه كما قال، خلقنا وحيرحمنا. اليأس ده من الشيطان، الشيطان بيأسك من رحمة الله. حتى والبلاوي شغالة، لا صلي واعمل، صلاتك هتنهيك، قرآنك هينهيك، الحاجات اللي انت بتعملها كويسة هتيجي ايه ده تكسف من نفسك، لا هو أنا ازاي بعمل كده لا أنا حابب أصلي، عسى الله ان يهدي قلبي. انت نيتك عاوز تتقرب الى الله، لو ارتكبت المعصيه ما تمنعكش من الوقوف بيد الله، زي مثلا اللي بيشرب مثلا سجاير عاوز يقرا القران،
فبيستحي يقول لك فهم من طيب ده اللي حيقرأ آيات الله يبقى ملوز بالقرآن بالسجاير، يبقى إيه وسيلة من أنه يبطل السجاير، وذي حصلت معايا بفضل الله الحمد لله. يعني حتى كان في قصة اللي هو واحد كان بيسرق راح في صلاة الفجر جاء لقى الإمام واقف جنبه قال له أنت مش كنت بتسأل له ما تقطعش الحبل اللي بيني وبين ربنا. فالفكرة مش بنقول لك ان انت تعمل الذنوب وتصلي، احنا مش بنشجع على كده، بس بقول لك حتى لو انت بتعمل حاجة مش كويسة او انت فيك خسارة مش كويسة او حاسس ان انت مقصر، لا انا بقول لك صلي اعمل اللي انت بتعمله عادي، ده مسيره في يوم من الايام هينهي معاك الكلام ده. حاجة تانية، طب انا هروح لمين؟ ما كنتش ارجع لربنا سبحانه وتعالى، لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك، تعمل شير وتدوس سبسكرايب، اهم حاجه تدوس سبسكرايب، سوي سبسكرايب خوي. لا بايخه وضع اهو، صح بايخه. اتى رمضان فقبل يا اخيا الى الرحمن واتبع النبي، فهذا شهر صوم فاغتنمه، وحث السير للجنات سعيا. الفيديو ده بنقول استاذ محمود رجب ولا حوده رجب ولا اقول الثالثه؟ ما تقولش. الراجل ده عنده شانل يوتيوب اسمها قناه علمني، بيعلم فيها الناس النحو وازاي يذاكروا وكده، هبقى اسيب لكم اللينك في الديسكربشن تحت. ماركتنج بوس، احنا الاثنين شاند صغير بس بندعم بعض. في الفيديو ده اقول الحاج عبد السلام ولا اقول استاذ عبد السلام؟ استاذ عبد السلام لسانس حقوق اللي خد الدرجه العلميه دي بعد ما اتجوز وخلف امي، صح؟ دي قصة حياة تانية دي خالص.